هذه الحكومة مش ضد الفقراء، هذه الحكومة تعمل فعلا على أساس نصلح الدنيا. الوقود والكهرباء 51 مليار، وانت واخد بالك ال 51 دول ما كانوش موجودين، يعني كنت هتروح تستلفهم، خد بالك هتستلفهم بفوائدهم ومش هتعرف كمان تسددهم. يعد برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة من بين أكبر استثمارات الحكومة المصرية في تنمية رأس المال البشري، وهو برنامج لشبكات الأمان الاجتماعي أطلق في عام 2015 بدعم من برنامج للبنك الدولي تكلفته 400 مليون دولار. السكن بكام؟ علشان شاب يبقى لسه متخرج وعايز يبدأ حياته، هيبدأ منين؟ هيجيب منين؟ لو اتوظف في أي وظيفة بعقد لمدة سنة أو سنتين هياخد له كام؟ 3000 جنيه؟ طب إيجار الشقة 1200 جنيه و 1700 جنيه إيجار الشقة، هيدفع مية إيه؟ ونور إيه؟ وغاز إيه؟ وهيركب مواصلات إيه؟ النهاردة أقل تذكرة أتوبيس 5 جنيه، يبقى هيجيب منين الشاب؟ كان الله في عونه. توم غالي، بصل غالي، طماطم غالية، بدنجان غالي، مية غالية، غاز غالي، يعني نعمل ايه يعني؟ كهربا غالية، الناس ماشية تكلم نفسها.